تم اعتقاله لظروف نحن نعلمها، الظروف التي نعلمها هي ضريبة يدفعها محمد لأنه يطالب بالإصلاح، لأنه يحارب الفساد، لأنه يحاول أن ينتزع حقوق الناس وحقوق العمال انتزاعا من أولئك الفاسدين اللي احنا نعتبرهم المفروض الفاسدين هم أصلا ما يتصدروا الموقف. اللي يتصدر الموقف هم الوطنيين أمثال محمد وأمثال كل أردني يعشق الأردن، تراب الأردن، وخايف على بلاده. احنا نحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على دكتور هاني الملقي، يعني هو أساء لمحمد برفع الدعوة عليه. نحمل صحة محمد ونحمل حرمان أبنائه بالأمس من زيارته، ونحرم كل الظروف اللي احنا مرينا بها من جراء هذه الدعوة التي أقامها، ونطالب جلالة الملك ونطالب رئيس الوزراء ونطالب كل المسؤولين بالأردن أنهم يكونوا أصحاب قرار. أصحاب القرار يجب أن يتخذوا قرار بأنه ينتزعوا حقوق الناس. احنا ما نرضى الظلم بنفس اللحظة، ما نرضى أن نخرب البلد.